السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن هاني. انا عامل الفيديو ده معلش سريعا كده، انتوا عارفين ان دايما بهتم بالمونتاج والاخراج والفيديو يبقى كواليتي عالي، بس اعذروني في الفيديو ده لازم اعمله فيديو سريع قبل ما الموضوع يخلص. احنا بنتكلم النهاردة على بطولة كاس مصر. زي ما انتوا شايفين الصور اللي طالعة جنبي عاملة ازاي بالمنظر ده، دي بطولة كاس مصر اللي كان بيتكلم عليها الناس كلها، اللي نزل فيها اغلب لاعبي الصف الاول من المنتخب، نزلوا عشان يشاركوا في البطولة دي. الناس رايحين على اساس ان الاستضافه دايما في الاسماعيليه بتبقى استضافه حافله. رحنا شفنا ان احنا بنتصور وبنعمل بطوله في الشارع، العماير كلها المحيطه لينا بتتفرج علينا، لعيبه كمال الاجسام انتوا عارفين ان هم بيطلعوا على المسرح بالسبيدو او المايو بتاعهم. لما يبقى لعيب كمال الاجسام واقف على المسرح وبيعرض وفجاه السيدات الفاضلات من البلكونات بيتفرجوا عليه. بطوله كمال الاجسام ليها طقوس خاصه، انها بتبقى في مكان مغطى، مكان مغلق، ان اللعيبه الموجودين بيبقوا موجودين في مكان دفى. اغلب اللعيبه اللي كانت مشاركه في البطوله دي كلها، لو نتابع الكومنتات اللي نازله على الفيديوهات كلها الخاصه بالبطوله دي، كل اللعيبه اغلبهم بيشتكوا ان هم جالهم نزله برد او تعبانين او راحوا المستشفيات. احنا ما بنتكلمش على المنطقه واهالي المنطقه، احنا بنتكلم ان البطوله ما تنفعش تبقى بالمستوى ده. احنا بنتكلم ان البطوله دي اطلق عليها بطوله كابتن محمد سعد الليمبي اللي لسه متوفي، يعني ده تكريم لبطل مصر اللي رفع علم مصر. ينفع مدير المنطقة المختص بالموضوع كابتن شاذلي هل ده يرضيك؟ دكتور عادل فهيم انت نزلت اعتذار والاتحاد المصري نزل اعتذار ان حضرتك غير موافق على اللي حصل ده. دكتور عادل ان الاعتذار لوحده لا يكفي يا دكتور، بطلب من حضرتك يا دكتور رجاء خاص كل واحد شارك في البطولة دي على الاقل يمنح شهادة تقدير مشاركته البطولة دي. بالنسبة لمدير المنطقة هو لم اشتراكات من ابطال اللي شاركوا في البطولة دي، ناشئين ولاعيبة كبيرة. لو سمحت لازم يتاخد اجراء رسمي حازم. حضرتك في بطوله مصر المنيا عملت اجراء ان انت طلبت عربيه اسعاف وعربيه مطافي وعربيه بوليس يبقوا موجودين لتامين المكان، وحصل ده في سيشو وحصل في كل اغلب البطولات المؤخره. حضرتك ابتديت تاخد قرارات صارمه مع الناس القائمين على البطولات ان هم لازم يهيئوا جو عام للاعب. لو حضرتك ان شايف ان الجو اللي احنا بنتفرج عليه جنبي ده موافق عليه وده هو ده الجو الامان بالنسبه للاعب، اللعيبه ما كانتش لاقيه حمام يا دكتور انها تخش الحمام، اللعيبه ما كانتش لاقيه مكان يعني تستر عورتها فيها يا دكتور. ارجو من حضرتك لو سمحت اتخاذ اجراء رادع بالنسبه للبطوله دي، ويا ريت يا دكتور ما تكتفيش بالاعتذار، احنا بنطلب من حضرتك ان الموضوع يكون اكبر من كده، عشان لما طلعت اعترضت ان هم نزلوا لاعب ما كانش يمتلك ماديا ان هو يشتري مايو يطلع بيه على المسرح، الناس اعترضوا اللي هو اللجنة القائمة على البطولة اعترضوا قالوا ما ينفعش اللاعب لازم يطلع بالمايو. طيب هو اللاعب او اللاعبين اللي بطولات العالم اللي جايين يعني يحضروا البطولة دي هو ده المسرح اللي يليق بيهم؟ وكابتن شاذلي يعمل مشادة ما بينه وما بين بطل العالم كابتن امبابي ويزعق له في المايك قدام الناس، هل ده يجوز؟ هل ده يصلح؟ ما ينفعش. كابتن عمرو البصيلي بطل عالم واقف على المسرح، كابتن احمد شمس بطل عالم واقف على المسرح، كابتن امبابي المحترف وبطل عالم واقف على المسرح، كل الناس الابطال دي وبعدين في الاخر ده المسرح اللي يليق بيهم؟ هو احنا مش قلنا يا دكتور ان احنا بنبطل الفراشه؟ لو انت راضي على المستوى اللي جنبي ده انا موافق، لو انت حضرتك راضي انا موافق. مش هستطول عليكم، شوفوا اللي حصل واحكموا بنفسكم. السلام عليكم. كابتن هاني بالله عليك. لا مش هنحرق، لا كابتن هاني محترم. مساء الخير عليكم جميعا يا جماعه. شباب عايز اسمع بس تسمعوا الكلمتين دول سريعا. الراجل الطيب ده كان طالع على الستيج وقالوا له ما ينفعش تطلع عشان انت لابس بوكسر او من الاخر غيار داخلي، فقالوا له ما ينفعش تطلع. الراجل جه ودفع الاشتراك عشان يشارك في البطولة، مشروع بطل ايا كان يعني تختلف معايا او توافق، هو كويس هو وحش مش بتاعتنا بتاعت الحكام، بس هو على قد امكانياته وصل لده ووصل ان هو ممكن يطلع بالغيار الداخلي على المسرح، ده ما يقللش منه بل بالعكس يزود منه جامد قوي. فاحنا عايزين كلنا نشجعه تشجيع جامد ان هو اصر انه يطلع على المسرح برغم اللي قالوا له انزل. عايزين بس نقول للقائمين على الموضوع اللي قالوا له ما تطلعش على المسرح، المسرح لا يليق لا يليق بابطال العالم اللي واقفه في ظهر المسرح جايين تعترضوا على غيار داخلي ازاي؟ ولسه في تكريم كمان لقيادات ازاي؟ ازاي؟ يعني لازم في حاجات نوافق عليها زي ما في حاجات احنا بنوافق عليها،
احنا بنشكرك ان انت طلعت على المسرح وبنتشرف ان انت طلعت على المسرح. شكرا ليك. شكرا. انا عايز اقول كابتن هاني لو سمحت، لو سمحت دقيقة واحدة. هذا اللاعب خد عندي دورة اعداد وخد جميع المعلومات والمبادئ التي تلتزم صعود اللاعب على المسرح. دي مش اول بطولة، دي تاني بطولة يشترك فيها. فهو لا معلش يا هاني، معلش معلش يا هاني، لا معلش معلش، لا 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 معلش. انا بكلف نفسي وبصرف على نفسي وبجيب اجيب مايو اجيب مايو اجيب مايو اجيب مايو. انا اللي اديله؟ ايوه. معلش كده خرجنا بره الموضوع، كده خرجنا بره الموضوع. بس لو سمحت لو سمحت انا غلط اللي جابك المايك. لا يا كابتن هاني، لا هو عارف الاصول ايه. لاعب كمان معاه زي ما مدير المنطقه معاه، زي ما مدير المنطقه معاه. مصر احسن من ده. طب يا اخوه خلاص يا كابتن، خلاص يا كابتن هاني معاه. والله معانا. يلا يا كابتن 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 عاش يا كابتن هاني. لا يوم 10 جنيه يا فندم، في حاجات ما يوم 10 جنيه، مش عشان تكسب.